السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم يا شباب في مرتين ونندرد. اليوم عندي فيديو سبيشالين. ممكن انا بدي الفت انتباهكم يا شباب على حاجه بسيطه في اللعيبه. يعني كل لاعب له مميزات خاصه ممكن في كثير ما هم عارفينها. طيب خلينا نروح ونشوف كده بعضهم كيف انكم انتم تقدروا تطلعوا المميزات هذه في اللعيبه. اوكي تضغط على التشكيله اللي هي حقت الفريق حقك، بعد كده تضغط اللي هو البتاع ده، اوكي تضغط البتاع ده تمشي على اللي هي على اليمين. اخر حاجة بتجيك اللي هي التخصصات حقت اللعيبة. التخصصات هنا بتجيك المميزات حقته. مثلا عندنا هنا بنتيكا، اوكي السبيشال حقه اللي هو القوي، والسمات طبعا صاحب الرأسيات القوية، مهاجم مستهدف. في ناس عارفين المعلومة هذه وفي ناس ما معرفينها، بس انا حبيت ايش الفت انتباهكم على الحاجة دي البسيطة. خلينا نروح على ثاني صراحة جدا جبار. شو زي ما انتم شايفين هنا طبعا نجم السرعة فاروق، والسمات عندك موهبة متميزة وغير كده تسديدة ظاهرة القدم. اوكي هذا شيء جميل جدا صراحة، وهو اشول وبيلعب في اليمين، يعني تنفلت بس تعقب وتشوت في التسعين كول حطة طبعا ارتوغا. اوكي ليتس جو. في عندنا تقريبا 10 باكيجات، حنروح نفجرها ونشوف ايش اللي عندنا. عندنا هازارد 3 رير، مين اللي راح يجينا؟ نقول بسم الله يلا يا اوكي نيكست باك، مين اللي راح يجي؟ هات رير رودريغيز ممكن؟ يا اوكي الثيرد باك مين راح يجينا؟ كرير؟ لا يلا يا عيال هزر 6 رير فجر يا حبيبي فجر. مين؟ اوكي طيب هنا فاضل انه هم اللعيبه اللي كرير هذه من الخطط ما تتصرف اللعيبه للاسف للاسف. يلا يلا يا شباب. انا صراحه امس فتحت زي كثير برشام والله انها فظيعه كان حلوين ولا اوريكم اخر ثلاث باكجات ان شاء الله. ليه 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 كذا ليه كذا ليه؟ صراحة عنده مميزات جدا جدا فظيعة. اوكي لاست باك راح يجي، هل حيجي لاعب ولا انسى انسى تريريرو يا طيب اوكي للاسف فتحنا الباكجات ما جانا ولا اي حاجة، بس برضو هنا عروق الدودة يا شباب الدودة. هنروح وحنفتح باكجات ب 7500 لعل والعسى ممكن يجينا شيء سوبر تعوض. سكيب نثينج لاست باك لاست باك رودريغيز يلا. طبعا تهنا على اللي هو دوري حق الاسبوع، راح يلعب 40 مباراه ان شاء الله باذن الله نحقق الفوز قد ما نقدر ونفجر الملعب. وهذا كان نهايه الفيديو، يعطيكم العافيه. حضره كان جدا تعيس فيه تفجير بقيات، ان شاء الله يكون افدتكم. Peace.